أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي الطقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الصوتية التي سنتحدث فيها عن الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الأيام القادمة. نهار اليوم شهدت أجواء باردة نسبيا في عموم المنطقة الشمالية الشرقية الوسطى وأجزاء من المرتفعات الغربية. درجات الحرارة بقيت أقل من معدلاتها يعني مثل هذا الوقت من العام. درجات الحرارة أيضا انخفضت بشكل كبير خلال ساعات الليل. هذه الخريطة الجوية في الخلفية توضح توزيع الضغط الجوي في عموم مناطق شبه الجزيرة العربية، حيث يتمركز مرتفع جوي في عموم المناطق. هذا المرتفع الجوي سيضمن أجواء مستقرة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام القادمة بحول الله، وبالتالي لا يوجد فرصة لهطول زخات من الأمطار خلال ما تبقى من هذا الأسبوع وخلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي. أيضا يتوقع بسبب هذا المرتفع الجوي أن ترتفع نسب الرطوبة السطحية مع انخفاض على درجات الحرارة خلال ساعات الليل، وبالتالي يتشكل الضباب يكون بين الخفيف والكثيف في بعض المناطق، يتركز في المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية بشكل يومي خلال ساعات الصباح الباكر. بهذا ننهي نشرتنا للقاء.